بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فأستغل وجود أستاذ الكريم عبد المجيد نجار. لست معقبا في على هذه المنصة على ما ورد في كلامه، إنما أستغل وجوده ربما لأستثيره ولأستدر المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الذي أشار إليه ولخصه تلخيصا، لا بد من أن يثير بعض التساؤلات. الأستاذ الكريم حينما تحدث عن المصدر الأول، يعني حدد المجالات التي يقع الإصلاح العقدي عبرها، وتحدث عن قضية هي ليست مأمونة العواقب على كل حال، حينما دعا إلى الرجوع مباشرة إلى المصدر بدل الاعتماد على التراث الذي خلفه الأولون في مجال العقيدة. هذا الكلام قد يبدو يعني سليما، هو سليم حينما يأخذه أهله، ولكن ما هي الضوابط التي ينبغي أن تراعى في هذا التعامل المباشر؟ هل كل الناس مؤهلون للتعامل مع آي كتاب الله العزيز بصفة مباشرة؟ إن هذه الدعوة سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالأصول أو بالتفسير أو بالفقه، يعني جربت ودخل فيها أناس ولكنهم لم يستطيعوا الخروج منها. هذه الدعوة دعوة تجاوز هذا التراث إلى المصدر الأول للتشريع، إلى الكتاب والسنة مباشرة. أنتج لنا ما عرف قديما في العصر الحديث باللامذهبية. هذه اللامذهبية تعني أن كل إنسان له الحق في أن يفهم الكتاب العزيز بالشكل الذي يريد، فلذلك الدعوة بهذا، يعني الدعوة بدون قيود وبدون ضوابط، دعوة إلى الرجوع مباشرة إلى الوحيين، يعني ليست مأمونة. هناك مخاطر كثيرة، لا شك أن كثيرا ممن ينتظرون هذه الدعوة ويدعون إليها ويتبنونها للقفز على مجموعة من الآليات والشروط والضوابط التي تحدد الفهم السليم والسديد للكتاب والسنة. فلذلك هذه دعوة الرجوع، يعني تجاوز التراث والرجوع مباشرة إلى الكتاب والسنة في أخذ أمور العقيدة، هذه دعوة سليمة في ظاهرة، لكن من يتولاها؟ وهل كل الناس قادرون على ركوب متن هذه الدعوة وإنجازها بشكل الجيد؟ ثم إننا هل فعلا استطعنا أن نفهم كل ما كتب في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أن الأزمة ليست أزمة هذا التراث العقدي بشكل، بقدر ما هي أزمة الجهل بهذا التراث. يعني هل فعلا نحن استوعبنا تراث المتكلمين، تراث العقدي، استوعبناه ودرسناه وفهمناه وأصلناه وعرفنا أصوله وموارده ومستنداته لندعو إلى تجاوزه مباشرة إلى الكتاب والسنة؟ فأعتقد أن هذه الدعوة، أنا أرجو من الأستاذ الكريم أن لا أعقب لي، لا أنتقيد، إنما أريد فقط أن يزيد الموضوع توضيحا وتفسيرا، ولا شك أنه أهل لأن يضيف ويشرح في هذا المجال. النقطة الثانية تتعلق بإدخال بعض المفاهيم الكبرى التجريدية في الإيمان. قد أشار الدكتور زميلي عبد القادر البيطاني لهذه القضية. يعني حينما نوسع هذه القاعدة في مقتضيات الإيمان، وتحدث الدكتور الكريم عن فتح هذا المجال لنضيف مجموعة من القيم الكبرى من الأحكام القطعية لندخلها ضمن
الإيمان. يعني أيضا هذه دعوة أيضا غير مأمونة العواقب، لأننا ستجرنا إلى ما كان يتخوف منها السابقون. لأننا حينما ندخل عنصر العمل، كيفما كان هذا العمل سواء تعلق الأمر بالقطعيات أو ظنيات، لا شك أن حينما نجر العمل وندخله في مجال الاعتقاد، ففي الترجمة لهذه العملية لا شك أننا سنقع فيما وقع فيه بعض الفرق التي أدخلت العمل في مفهوم الإيمان، فأخذت تكفر وتخرج من الملة من يترك العمل بالقطعيات. فلذلك تنبه أهل السنة خصوصا الأشاعرة إلى هذا الأمر، ففرقوا بين الإيمان الذي هو التصديق بقضايا العقيدة، وبين العمل المترجم، هذا العمل الذي قد يتركه الإنسان ولكنه لا يخرجه من الملة، يبقى مسلما ولكنه ينسحب أو يصف بأوصاف أخرى لا تخرجه على كل حال من الملة، عاصيا أو مبتدعا أو شيء من هذا القبيل، ولكنه يبقى في حضرة الأمة. لأننا الآن نلاحظ أن بعض الفرق تتشبث بهذا المفهوم، فتخرج كثير من الممارسات الاجتماعية، تخرج أصحابها من دائرة الإيمان، فالذين يكفرون المجتمع كثير منهم ينطلقون من هذا الخلط أو من هذا المزج، الدمج بين الإيمان والعمل في قضايا العقيدة. اختصار إذن أنا أقف يعني عند هذا الحد، وأرجو من أستاذنا الدكتور الكريم عبد المجيد نجار أيضا، كان قد بدأ مشروعا مهما جدا يتعلق بقضايا التنزيل. الآن قد لا نختلف في الفهم سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالأصول أو بالفقه، ولكن الذي يقع فيه الاختلاف كثيرا هو كيفية التنزيل. فلذلك ضوابط تنزيل سواء تعلق الأمر بالقيام، أي ترجمة هذه القيم التي نؤمن بها، أو تنزيل الأحكام الفقهية العملية على الواقع، هذه هي العملية التي تحتاج إلى ضبط. المشروع الذي ابتدأه الأستاذ على كل حال أرجو أن يسير فيه وأن يعطي فيه الكثير، إنه المشروع نحتاجه الآن. نحن الآن نحتاج إلى ضوابط في مجال تنزيل هذه المفاهيم على الواقع، كما نحتاج أيضاً إلى ضوابط وآليات لتنزيل الأحكام الشرعية في أشكالها الجزئية على واقعنا المعاصر. وشكرا لكم.